مرحبا بكم في درس المستوى الرابع من عملية الطرح. لنبدأ ببعض المسائل. المسألة الأولى لدي هنا هي 33,220 ناقص 399. إذا كما قمنا في عملية الاستلاف، أعتقد في درس المستوى الثالث من عملية الطرح، يجب أن نتطرق لكافة الأرقام بالعدد العلوي بدءا بالرقم الأول أقصى اليمين في العدد العلوي، والتأكد من أنه أكبر من الرقم أسفله، لأنك دائما ستطرح رقم أصغر من الرقم الأكبر. لا يمكنك فعل غير ذلك إلا في حالة أننا تعرفنا على الأعداد السالبة. إذا لنفحص الأرقام في العدد العلوي، ويبدو أنها ليست الحال، فالصفر ليس أكبر من 9، إذا يجب علينا الاستلاف، وهنا استلاف 1 من 2. حسنا، البعض قد يقول 1 والبعض يقول 10، لأن 1 في منزلة العشرات هي في الحقيقة 10. للتبسيط لنقول أننا نريد استلاف 1، إذا هنا الصفر تصبح 10، وهنا تصبح الاثنان 1، لأننا أخذنا 1 من رقم 2 وأعطيناه للصفر. إذا في الحقيقة نحن أخذنا 10 من رقم 2 لأنه في منزلة العشرات. لا أريد أن أحيركم كثيرا، الفكرة هنا أننا أخذنا 1 من الرقم 2 ووضعناه إلى جانب الصفر ليصبح 10. الآن لنستمر بالفحص. هنا لدينا 1 وهو أصغر من 9، إذا علينا الاستعارة مرة أخرى، لذا نقوم باستعارة 1 من العدد 2 هنا فتصبح 1، وهذا 1 يصبح 11 الآن. إذا لدينا هنا 10 أكبر من 9 وأحد عشر أكبر من 1، ولكن 1 ليس أكبر من 3. إذا علينا الاستعارة مرة أخرى. هذه مسألة جيدة، يبدو أنها تحتوي على الكثير من الاستلاف. إذا نقوم باستلاف مرة أخرى. هنا 1 تصبح 11، لأننا سنأخذ من 3 1 فتصبح 2. أظن أننا انتهينا. 10 أكبر من 9، 11 أكبر من 9، 11 أكبر من 3، و2 أكبر من لا شيء، و3 أكبر من لا شيء. إذا نحن مستعدون للطرح. لدينا 10 ناقص 9 1، 11 ناقص 9 يساوي 2، 11 ناقص 3 يساوي 8، و2 ناقص لا شيء يساوي 2، و3 ناقص لا شيء يساوي 3. إذا حصلنا على 32,821. الشيء المهم هنا الذي يجعل هذه المسألة سهلة التعامل هو أن نتعرف على الآلية الصحيحة لعملية الاستلاف، حيث أننا لا نريد أن نتراوح ما بين الاستلاف والطرح ذهابا وإيابا، بل يمكن أن نقوم بعملية الاستلاف مرة واحدة ونتأكد دائما بأن الأرقام في العدد العلوي أكبر من الأرقام في العدد السفلي، ومن ثم نبدأ بالطرح. لنرى، لدي مسألة أخرى. لنقل 25,633 ناقص 578. إنه نفس التمرين، لنبدأ من الأعلى من اليمين. نتأكد من أن الرقم في الأعلى هو أكبر من عدد أدناه. في الحال نرى أن 3 أصغر من 8، إذا علينا الاستلاف. إذا 3 تصبح 13، ونحن نستلف من 3 التي ستصبح الآن 2. حسناً، لقد أخذنا 1 من 3 وأصبحت 2 ووضعنا 1 هنا. الآن 13 أكبر من 8 ولكن 2 أصغر من 7، إذا علينا الاستلاف مرة أخرى. 2 تصبح 12 و6 تصبح 5. هنا 13 أكبر من 8، 12 أكبر من 7، 5 تساوي 5. ويمكن أن نقوم بعملية الطرح، لأن 5 ناقص 5 يساوي 0، طالما أن الرقم العلوي ليس أقل، إذا يمكن أن نقوم بالطرح. 5 أكبر من لا شيء، 2 أكبر من لا شيء، إذا 13 ناقص 8 هو 5، 12 ناقص 7 هو 5، 5 ناقص 5 هو 0،
خمسة ناقص لا شيء يساوي خمسة، واثنان ناقص لا شيء يساوي اثنان. إذن الجواب هو 25,055. إذن لنقم بحل مسألة أخرى، أظن أنه يمكن أن تحيركم قليلا لأن الاستلاف ليس بهذه السهولة، يجب أن نستلف من أكثر مكان. لنقل أن لدينا هنا 37,002 ناقص 155. نتعامل بنفس الطريقة، الاثنان هنا أقل من خمسة، إذن علينا أن نستلف لتصبح 12، ولكن هنا صفر ولا يمكننا الاستلاف من الصفر، لا يمكن الاستلاف من الصفر لأنه ليس هناك شيء نستلفه، ولكن هناك صفر آخر أيضا ولا يمكن الاستلاف منه. ننظر للرقم التالي، لدينا سبعة هنا، وكون أننا لا نستطيع الاستعارة من الصفر الأول أو الثاني، نقوم باستعارة 1 من 700. إذن السؤال ما هو 700 ناقص 1؟ إنه 699. إذن 700 تصبح 699، ويمكن أن نشطب كل العدد هنا. الآن نفحص أرقامنا مرة أخرى، 12 أكبر من 5، 9 أكبر من 5، 9 أكبر من 1، 6 أكبر من لا شيء، و3 أكبر من لا شيء. إذن نحن مستعدون للطرح. 12 ناقص 5 هو 7، 9 ناقص 5 هو 4، 9 ناقص 1 هو 8، 6 ناقص لا شيء يساوي 6، و3 ناقص لا شيء يساوي 3. انتهينا. إذن الجواب هو 36,847. أظن أن لدينا الوقت لمسألة أخرى. إذا كان لدي 3,201 ناقص 502، إذن هنا 502، نفس طريقة العمل، الواحد أقل من اثنان، إذن نستلف، نحول 1 إلى 11، لدينا هنا الصفر لا يمكن الاستعارة، إذن نستلف من العشرين، العشرين تصبح 19، إذن نفحص مرة أخرى، 11 أكبر من 2، 9 أكبر من الصفر، و1، لا الواحد ليس أكبر من 5، إذن نستلف وليصبح 11، وتصبح 3 هنا 2، 11 أكبر من 2، 9 أكبر من الصفر، 11 أكبر من 5، و2 أكبر من لا شيء. إذن نحن جاهزون للطرح. 11 ناقص 2 يساوي 9، 9 ناقص 0 يساوي 9، 11 ناقص 5 يساوي 6، و2 ناقص لا شيء هو 2. إذن 3,101 ناقص 502 يساوي 2,699. أظن أنك مستعد للقيام بمسائل الطرح المختلفة، لكن يجب أن تتذكر أولاً أن تقوم بالاستلاف، واحرص على أن تكون الأرقام العلوية أكبر أو على الأقل تساوي الأرقام السفلية، ثم تقوم بعملية الطرح بشكل طبيعي. أتمنى أن تستمتعوا، أراكم لاحقاً.